أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وبحضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة، لحضور الاحتفال الذي أقامه السيد أنور حبيب الله سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة. وقد نقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لقيادة وشعب جمهورية الصين الشعبية بهذه المناسبة، وتمنيات سموه للدولة الصديقة دوام التقدم والازدهار. وأشاد مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما وصلت إليه العلاقات البحرينية الصينية من تطور في مختلف المجالات، بما يعكس ما يربط بين البلدين من تفاهم وتنسيق تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا سموه اهتمام مملكة البحرين بتوسيع روابط التعاون مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. من ناحيته أعرب سفير جمهورية الصين عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم ورعاية سموه لكل ما يسهم في تعزيز التعاون والصداقة بين البلدين، مؤكدا سعي بلاده إلى تقوية أواصر التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بالشكل الذي يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، متمنيا لمملكة البحرين استمرار النهضة والتطور.